تركيا، تركيا الدولة التركية سلمت مصر ورجعت لمصر قطع أثرية، اتفضلوا قدام حضراتكم اهي، النهاردة امبارح ضبطوها، ضبطتها إدارة الجمارك في مطار أتاتورك، ضبطوا الآثار دي في مطار أتاتورك واكتشفوا انها خرجت من مصر بشكل غير قانوني، فعلى طول مدير عام التراث الثقافي في المتاحف التركية اتصل بالسفارة المصرية وكلم القنصل العام المصري طارق خليل وقال له ده انتوا ليكوا حاجات عندنا عايزين نرجعها لكم، وراح مرجع له الآثار اللي قدام حضراتكم، مفتاح للكعبة بالمناسبة، يعني مفتاح للكعبة ده بيعود للقرن التاسع، بيعود للقرن التاسع، ومفتاح وقفل آخر معدني وحقيبة مفاتيح وحاجات كانت بعتتها الدولة العثمانية لمصر زمان أيام ما كانت مصر هي المسؤولة عن كسوة الكعبة، مفتاح وكسوة وعلبة. فالأتراك اكتشفوا الآثار دي عندهم فكلموا القنصل وقالوا له خدوا حاجاتكم، فالحقيقة القنصل المصري شكرهم، شكر السلطات التركية اللي قدرت انها تاخد القطع الأثرية واحتجزتها ومنعت دخولها للدولة التركية ورجعتها مرة تانية لمصر، وان هي الحمد لله قدرت انها تاخدها من المهربين، المهربين اللي كانوا عايزين يكسبوا منها. الحقيقة هو في بعض الأسئلة اللي ملهاش إجابات طبعا. القطع النادرة دي وصلت للمهربين الوحشين إزاي؟ بلاش. القطع النادرة دي بعد ما وصلت للمهربين الوحشين طلعوا بيها المطار إزاي؟ وعدت من المطار إزاي؟ وعدت من التفتيش إزاي؟ ده انت خلي بالك، ده انت كذا مرحلة بتعدي عليها، انت مش مرحلة واحدة، يعني وانت داخل المطار بتحط الشنطة بتاعتك، بتعدي على سكانر، بتتاخد من حضرتك، بتروح بيها على شركة الطيران، بتحط الشنطة مرة تانية، فبتدخل على سكانر تاني، وتدخل على سكانر تالت قبل ما تطلع الطيارة. ايه ده؟ مين ولا مين ولا مين اللي بياكل كل ده عدت عليه؟ وتيجي هنا في تركيا لما توصل يمسكوها؟ هل مثلا الكهرباء كانت مقطوعه في المطار في الوقت ده؟ ولا انتوا ما بتشوفوش الاثار وبتشوفوا البني ادمين بس وهم طالعين؟ البني ادمين بس هم اللي تشوفوهم وتمنع ده وتعاقب ده وترجع ده وتفوت على ده الطياره عشان مش على مزاجك، لكن كل ده يعدي بمزاجك عادي؟ الحقيقه نتمنى من الأستاذ مصطفى بكري المتحدث الرسمي باسم أي مؤسسة في الحكومة دلوقتي إنه يطلع ويفسر لنا ده حصل إزاي، القطع دي خرجت إزاي ومحدش أخد باله، وهي في الجمارك هناك اتقفشت، في تركيا اتقفشت. عايزين توضيح، توضيح صحيح. هي مش أول مرة، احنا متعودين على الحاجات دي، بس شكلنا كان وحش والحاجة بترجع لنا، والقنصل يعني بيشكر الجهود التركية وبيأكد معاهم يعني ان يعني الحمد لله ان هم قدروا يمسكوا المهربين، الحمد لله تركيا مسكت لنا المهربين اللي بيسرقوا آثارنا.